للقاء السابق. 99 طالب. إذن كما ذكر السيد الوزير، أسفرت عملية التوجيه الأولي على أن تلبى إحدى الرغبات الثلاث الأولى لكل حامل لشهادة البكالوريا، أي هنا أقول 70.22% من ما لبيت رغباتهم الثلاث الأولى. تبقي فقط 8432، أي نسبة 2.16 الذين لم تلبى رغباتهم، وستفتح وستعطى لهم فرصة جديدة ابتداء من اليوم حتى تلبى رغباتهم ويسجلون بمختلف المؤسسات الجامعية في مختلف الشعب التي يختارونها طبقا للعلامات التي تحصلوا عليها في شهادة البكالوريا. ما يقارب 65.3% اختاروا العلوم والتكنولوجيا، يقابلها 34.7% من اختار العلوم الإنسانية والاجتماعية.